السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعينا الكرام، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. استحدثت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عربات الجولف للطواف لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في سطح المسجد الحرام. لتفاصيل أكثر تابعوا معنا هذه التغطية. خمسين عربة جولف، سعة كل عربة 10 ركاب، وسعر الخدمة 25 ريال للشخص الواحد، وأوقات تشغيل الخدمة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 4 فجرا. كما ننوه متابعينا الكرام، هذا المقعد الأخير مخصص لتحميل العربيات اليدوية وما شابه ذلك، ونسأل الله لكم القبول. وهذه أحد كونترات نقاط البيع لشراء التذكرة وللاستفادة من هذه الخدمة. سعر الشخص الواحد 25 ريال، متوفر الدفع كاش أو من خلال جهاز نقاط البيع. وهذه أحد المواقع المؤدية إلى سطح المسجد الحرام، وهو سلم أجياد ومصاعد باب الملك عبد العزيز رحمه الله ومصاعد باب العمرة.